اهلا بحضراتكم متابعي اليوم السابع من محافظة السويس، نحييكم ولقاء جديد مع الاستاذ حسن ابو سمرة. الاستاذ حسن ابو سمرة احد عشاق يعني تربية الطيور والبغبغانات تحديدا. هيكلمنا النهاردة بقى على يعني عشقه للموضوع ده تحديدا كده. استاذ حسن اهلا بيه. اهلا حضرتك، ازي حضرتك عامل ايه؟ ماشي، قول لنا بقى كده يعني ايه موضوع بقى عشقك لتربية الطيور والبغبغاوات بقى يعني. لا ده موضوع كبير قوي بصراحه. من وانا يمكن طفل صغير بحب جدا العصافير، يا كده انا كنت بجري وراها في الشارع لغايه اما كبرت وبقى حلمي ان انا يبقى عندي مزرعه بغبغانات، والحمد لله حققت. انا شايفك بقى يعني في انواع مختلفة، وانت كنت قلت لي ان انت يعني بتهجن انواع، يعني اشرح بقى للسادة انواع، المتابعين بص، كده. هو الموضوع في البغبغانات دوت عشان تقدر تنتجه لازم تكون بتحبه، يعني الموضوع ما بيبقاش بيزنس صرف، هو بيزنس الحمد لله بفضل ربنا حلو، بس مش الغرض منه البيزنس اكتر من ان انت تكون لازم تكون بتحبه. ولو حبيت الحاجه، حتى لو بتشتغل اي شغلانه، اي شغلانه حتى لو الناس شايفاها قليله، لكن انت لو حبيتها كويس وهتديك كويس وهتقدر تبقى رقم واحد فيها، يعني تبقى النوع كويس بقى فيها. اللي انت ماسكه بقى ده يعني بلو اند جولد من الكاو، ده تفريخنا، انتاج مصري، من الطيور الكبيره الضخمه زي ما انت شايف حجمه ما شاء الله كبير. عشان يوصل لدرجه الهدوء ده كده لازم نكون ماكلينه من هو صغير من عمر 20 يوم، يعني احنا بناخد الفروخ من عمر 20 يوم من تحت الاهالي زي كده في العشوش. دول اصوص بريدنج، اصوص منتجه، والعشوش بتاعتها تبقى بالشكل دوت، وفي كذا شكل للعشوش يعني اللي بنعملها، اتمنى تكون واضحه في الصور يعني. ممكن اكلمك عن ازاي بننتجها، او ماشي لان قول لي. الموضوع برضه هو سهل وصعب. الصعب ان انت تعرف الميل والفيميل في النوع ده وفي بعض انواع البغبغانات، لان مفيش علامات ظاهريه تبين لك الذكر او النسائي او الميل والفيميل. طب قول لي هنا بقى كده ازاي انت بقى بتعرف؟ لا احنا بناخد عينه تحليل من الريش، وليكن بتبقى مش ريش كبير، يعني احنا ممكن نشد شويه ريش مثلا من تحت الجناح هنا، شويه صغيرين من هنا، لا او من منبت الريش الصغير ده، وبحطها في ظرف برقم الدبله، وبتسافر بره مصر معمل في اسبانيا بالدي اتش ال، وبتجي لنا نتيجه التحليل بعد كده هوت ان هو ميل او فيميل. ده بالنسبه ان احنا نعرف ده يعني مفيش اهم اي حاجه علامه ظاهريه بتظهر خالص، فمفيش اي علامه. بص واقفين اهو سينا زي سونيا، مفيش اي فرق بينهم ذكر او نتايج او اي حاجه، غير ان احنا بنعمل عينه تحليل. في انواع من البغبغانات تانيه بيبان فيها اذا كان ميل ولا فيميل من علامات معينه هقول لحضرتك عليها، لكن في بعض انواع البغبغانات وقطاع كبير مش بيبان الا غير بالتحليل، والتحليل ده بيقطع شوط حلو جدا بالنسبه للهاوي او المفرخ ان هو يعرف ينتج كويس. طب قول لنا بقى يعني البغبغانات بقى بلوغه بقى، يعني ده برضو عليه عامل، يعني بص دايما بيبقى في رينج، في دبله كده او رينج كده في الطائر، ده بيبقى مكتوب عليه يا اسم المفرخ يا الا رقم او سنه اللي هو العيد البيرث داي بتاعه، يعني اتولد امتى، سنه كام، انتاج مثلا 2000 2001 2000 2020 بيبقى موجود فيه انتاجه، ده بيحدد لي عمره، ده بيساعدني انا كمربي ان انا اعرف الطير ده جاهز للانتاج ولا لا، لان ده بيبلغ مثلا بلو اند جولد او البغبغانات الكبيره فتره بلوغها كبيره، يعني ده عشان يبلغ بس يقعد 5 سنين و6 سنين، وفي بعض الاحيان لو التغذيه بتاعته مش مظبوطه ممكن يقعد ل7 سنين بس عشان يبلغ، يعني عشان يبدا مستعد لموسم التكاثر ممكن يقعد له في حدود 5 سنين ل7 سنين. التغذيه بقى اللي بتقدمها ايه؟ بص هو التغذيه عندنا مشكله كمربيين ان الاكل بتاعها المستورد او الاكل بتاعها الصحي القوي اللي هو المفروض خاص بالبريدنج وبالانتاج قليل جدا في مصر واستيراده صعب، فاحنا بنعوضه بالاكل اللي احنا عرفناه وتعودنا عليه، الاكل الطبيعي بناكل بنديله اسمها خلطه حبوب، بنعمله مستندات زي الفول والذره الصفراء وترمس وحمص الشام. الحبوب دي مجموعه الحبوب دي بنغسلها كويس وبنبتدي ننقعها يوم او يومين لغايه لما بتنبت، وبنبتدي ندي جرعات ليها، بس اهم حاجه ما تقعدش للطائر كتير عشان ما تتلوثش، او يعني هي فترتها ساعتين او 4 ساعات. بيتعمل له بقى فحص طبي على فترات؟ بص بقى ده الفرق بقى بين المربي اللي بيربي وهو حابب الطير، لان انت بتحس بيه، يعني انا مجرد اخش للطير بحس، بص هو فرحان ومبسوط، صحته، صدره مظبوط، عينيه مظبوطه بتلمع،
ريشه بيلمع، كل دوت انت بتحس بيه من الطائر لان انت بتحبه وبتربيه، غير لما تبقى عامل الموضوع بيزنس شايفه رزمه فلوس او جنيه. لكن لو انت بتحب الطائر والحيوان انت بتربيه حاسس بكل حاجه بيقولها. تقدر بقى تجيب لنا انواع تانية كده من الموجودين؟ لا دول طبعا خصوصا البريدنج مش هينفع خالص، لان دول مش كانوا اليفين، بس طبعا لما دخلوا في يعني عضوانيين شويه ما ينفعش نمسكهم. الصغير بقى منه، الصغير منه انا ما جبتلكش في انتاج منه الحمد لله السنه دي، بس للاسف هو في البيت. طيب يعني قول لنا بقى التكاثر بتاعه ده بيبقى بعد قد ايه؟ بص التكاثر بتاعه البلوغ بتاعه البلوغ كان 5 سنين لسبع سنين فاو. كل ما احنا هنلف دلوقتي نقول كل الانواع ممكن او تكيسمه، لكن احنا الانتاج بتاعه بيبدا في شهر 4 تقريبا المكان. يعني يبتدي يسكن العشوش بتاعته ويجهز في شهر 4، معاك من شهر 4 لشهر 9 دي فتره المفروض ان هو يبيض في العشوش. لو ما جاش في الوقت، ساعات في حالات شاذه ممكن يبيض في اي وقت، بس هو ده المنتظر المكان هو ان شاء الله يبيض. تمام. يعني زي ما حضراتكم متابعينا الاعزاء مع استاذ حسن ابو سمره، هو احد يعني القين لتربيه الطيور، بيفرنه هو يعني هو مسالم جدا معاك، احنا شايفين بسم الله ما شاء الله يعني. وعلى على ايدي كتير عمره ما بيجي رد الايد اللي تتنى. مع اني على فكره ده يلد او بري، ده قوه فكه ممكن تقطع الصابع، يعني ما انصحش باي حد يتعامل مع بغبغان بال يعني ادينا بقى نصايحك كده للناس اللي نفسها ان هي لا يعني دلوقتي لو بغبغان انا عارف ان هو مش هادي، ما ينفعش احط عليه كده ليه، ان ممكن يعورني او ممكن يزيني. لو بغبغان انا عارف ان صاحبه هادي، يعني عارف ان هو هادي وتاكيل يدوي من صغره، خلاص اوكي ده اليف مش عامل يعني اي دي نعمل مع اي لا كان ولا لا بغبغان الا غير اما اسال صاحبه ولا اخلاقه بداتك ايه مع حاجه ولفها ولا نشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله يعني لقاءاتنا تبقى مكرره. اعزائي اليوم بنشكركم على متابعتكم، والى جديد ان شاء الله من محافظه السويس.